وأصبح هذا القصر في المخيلة الشعبية المغربية موصوما بالبذخ ومليئا بالعبيد والجواري والمرافق، كما أنه محاط بالكثير من الأسرار، رغم أن البلاط في المغرب ظل يحجب أسراره وراء طقوس تقليدية عتيقة نسجت حولها أساطير وحكايات ساهمت في إضفاء قدر كبير من الإبهار والهيبة على ساكنيها. يومي مثل كلهم كيبكي وقول لهم ما كاينلاش، ترانا ربهم ما كيجري وقول لهم ما كاينلاش، كي حلموا بالنهار اللي فيه غنمشي وقول لهم ما كاينلاش، واخا يكرهونا ما عندهم غايدي وقول لهم ما كاينلاش. ما كاينلاش ما كاينلاش ما كاينلاش لا لا ما كاينلاش ما كاينلاش ما كاينلاش. في العالم بأسره يهتم الناس كثيرا بحياة الملوك، ويزيد اهتمامهم كثيرا عندما يتعلق الأمر بصحة الجالس على العرش، فرغم أن الملك في نهاية المطاف إنسان يمرض كما يمرض باقي بني البشر، غير أنه في مخيلة الكثيرين من الأشخاص شخص غير عادي وتحيط به الكثير من الهالة والرهبة. في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري أعلن القصر الملكي أن محمد السادس أجرى عملية جراحية على مستوى القلب كللت بالنجاح، وهي نفس العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بإحدى المصحات الباريزية، والتي كان الهدف منها إزالة الاضطراب الحاصل على مستوى عدم انتظام دقات القلب. وإذا كنا قد خصصنا في أكثر من مرة ملفات وفيديوهات للحديث عن مرض الجالس على العرش والذي لم يعد طابوها بالشكل الذي كان عليه في وقت سابق، فإننا في هذه الحلقة اخترنا زاوية أخرى لنتناول فيها البلاغ الأخير الذي يتحدث عن صحة الملك، ولذلك حاولنا أن نخترق افتراضيا أسوار مصحة القصر الملكي التي أجرى بها محمد السادس العملية الجراحية لنعرف تاريخها وأسرارها، متى أنشئت ومتى ستستعمل، ومن له الحق في الاستفادة من خدماتها، ومن هو الطبيب الذي يشرف عليها، وكيف تطورت ما بين حكم محمد الخامس ثم الحسن الثاني فمحمد السادس. بالعودة كثيرا إلى الوراء، نعرف أن القصر الملكي بالرباط شيد في أواخر القرن الثامن عشر، وحينما كانت مدينة فاس هي مركز البلاد بلاد المغرب الأقصى وعاصمة المملكة. أما الرباط فلم يكن قصرها ذا أهمية كبيرة، كما أن المدينة نفسها لم تكن كما هي اليوم المدينة المحورية على مستوى الإداري والسياسي في البلاد، فجارتها الشمالية سلا كانت أكثر أهمية، دون أن ننسى أن السلاطين العلويين لم يكونوا يترددون كثيرا على قصر الرباط ويفضلون قضاء أغلب أوقاتهم خارج فاس بترددهم على قصر مراكش. بداية من عام 1912 سيقفز قصر الرباط إلى الصدارة مع توقيع السلطان عبد الحفيظ لمعاهدة الحماية مع فرنسا ليتخلى لأخيه يوسف عن الحكم، وتنتقل العاصمة من فاس إلى الرباط، وتحافظ العاصمة القديمة على دورها الديني والثقافي، وتظل وفية إلى اليوم للقب الذي أطلقه عليها المغاربة العاصمة العلمية للمملكة. مع مرور السنوات أصبح قصر الرباط يلعب أدوارا كبرى، فقد غدا مركز الحكم في الدولة الحديثة التي وضعت أسسها فرنسا الإمبريالية، وأصبح هذا القصر في المخيلة الشعبية المغربية موصوما بالبذخ ومليئا بالعبيد والجواري والمرافق، كما أنه محاط بالكثير من الأسرار، رغم أن البلاط في المغرب ظل يحجب أسراره وراء طقوس تقليدية عتيقة نسجت حولها أساطير وحكايات ساهمت في إضفاء قدر كبير من الإبهار والهيبة على ساكنيها، إلا أن تظل الطابع العام لأحاديث عموم الناس حول ما يوجد وراء أسوار العجائب، وخاصة القصر الملكي العامر بالرباط الذي يعتبر اليوم أشهر قصور الملك المتناثرة في مجموع مدن المملكة. يضم القصر الملكي بالرباط داخل أسواره مجموعة من المرافق على غرار ساحة المشور، وهو المصطلح التاريخي الذي يستعمل لوصف الموقع الجامع للقصر الملكي الذي يضم قصر الضيافة وحدائق السلطان والحي السكني للمقربين من الجالس على العرش.
كما يضم المدرسة المولوية التي أسسها الملك الراحل محمد الخامس عام 1942 والمتخصصة في تعليم الأمراء والأميرات من السلالة العلوية، كما يضم كذلك الخزانة الملكية وهي أهم الخزانات بالمغرب على الإطلاق ومن أغنى المكتبات الخاصة في الغرب الإسلامي، حيث تتوفر على ذخيرة هامة من المخطوطات النفيسة والنادرة التي تقدر بما يفوق 14 ألف مخطوط ومجلد، أي ما يناهز 30 ألف عنوان وأربعون ألف مطبوع في مختلف المعارف والعلوم وبمختلف اللغات. هذا إضافة إلى 150 ألف وثيقة موجودة الآن بمديرية الوثائق الملكية التي يشرف عليها عبد الحق المريني مؤرخ المملكة. يضم القصر كذلك قاعة العرش ومكتبا للملك ومكاتب أخرى خاصة بمستشاريه، وإضافة إلى بناية خاصة بالحجابة الملكية يشرف عليها الحاجب الملكي، وأخرى تابعة لمحافظ القصر وبناية ضخمة لرئاسة الحكومة وأخرى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجدا كبيرا يعرفه المغاربة باسم مسجد أهل فاس. غير أن ما يهمنا في هذا الملف هو المصحة الملكية التي تعد واحدة من أهم مكونات القصر الملكي العامر. هذه المصحة التي قفز اسمها إلى الواجهة نهاية الأسبوع الماضي بعدما أعلن بلاغ للقصر الملكي أن الملك محمد السادس أجرى بها عملية جراحية لإزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأديني للقلب وقد كللت بالنجاح. إذا كان بناء القصر الملكي في الرباط قد تم في أواخر القرن الثامن عشر، فباقي مرافق القصر كما هو معروف اليوم لم يتم تشييدها إلا في مطلع العشرين، أما التحديث الشامل للقصر فلم يتم إلا فيما بعد العام 1927، أي مباشرة بعدما تولى السلطان محمد الخامس الحكم خلفا لوالده يوسف الذي لم يعمر كثيرا. وفي تلك الفترة تم بناء عيادة صغيرة تابعة للقصر أشرف عليها مجموعة من الأطباء أغلبهم فرنسيون ومنهم كذلك أطباء مغاربة. وإذا قلبنا كتب التاريخ فلن نجد أي مصدر يتحدث بإسهاب عن مصحة القصر، إلا أن اسمها ذكر في العديد من المذكرات والمراجع بدون تفصيل في مكوناتها، كما أن محركات البحث على الأنترنت لا تقدم أي سطر يتحدث عن مصحة القصر، وبالتالي فمن المؤكد أن مصحة القصر في المخيلة الشعبية المغربية مرتبطة هي كذلك بالبضخ والفخامة وكثرة العاملين بها، وهو تفسير يمكن أن نجد له جوابا في علم النفس وفي طقوس الملكية الباذخة وفي البنايات الفخمة التي توجد خلف الأسوار العالية للقصور. غير أن واقع الحال بحسب مصادر يؤكد عكس ذلك، فالمصحة الملكية الموجودة بالقصر الملكي العامر بباب السفراء هي مجرد بناية صغيرة تم تشييدها بشكل متواضع في عهد السلطان محمد الخامس، أي ما بعد العام 1927، وقام الحسن الثاني بتطويرها، وحاليا يشرف عليها طبيب الملك عبد العزيز الماعوني الذي يتخذها كمكتب له داخل أسوار القصر، كما يتخذ المستشارون مكاتب بجوار مكتب الملك. ولو أن عبد العزيز الماعوني لا يتردد عليها كثيرا بحكم أنه عادة ما يكون إلى جانب الملك في مختلف تنقلاته أينما حل وارتحل حيث يلازمه كظله، علما أن الملك محمد السادس يكون دائما التنقل خارج زمن الجائحة سواء بين المدن المغربية أو خلال تواجده المستمر خارج أرض الوطن وخاصة في فرنسا أكثر دولة يتردد عليها. أكد مصدر بدهاليز وأسرار القصر يلملم الكلمات بحذر للحديث عن تلك المصحة ويقول: من المعروف أن الملك محمد السادس يخضع بين الفينة والأخرى لبعض الكشوفات والتحليلات والاختبارات الطبية الروتينية، ولو أن بعضها يكون في فرنسا التي سبق وأن أجرى بمستشفياتها عملية جراحية على القلب ثم عملية جراحية على العين لإزالة القرنية، غير أنه يمكن كذلك أن يلجأ لخدمات المصحة الملكية التي يجري بها بعض الفحوصات على غرار ما يقوم به أغلب المواطنين ممن يهتمون بسلامتهم الصحية، كما أن هذه المصحة الموجودة داخل أسوار القصر الملكي كانت شاهدة على مجموعة من الأحداث التاريخية
فيها ولد أغلب أمراء وأميرات العائلة الملكية، ومنهم الملك محمد السادس نفسه وشقيقه وأخواته، ونفس الأمر ينطبق كذلك على إخوته، وهو ما استمر إلى اليوم، حيث ولد بها ولي العهد الحسن والأميرة خديجة ومعظم أمراء العائلة الملكية. وهذا لا يعني بحسب مصدر أن مساحات القصر الملكي تتوفر على جناح كامل لقسم الولادة، غير أنه يتم الاستعانة بأطباء تابعين على الخصوص للمستشفى العسكري أو المستشفى الجامعي ابن سينا، ممن يشهد بكفاءتهم العلمية والمهنية الكبيرة للإشراف على العمليات القيصرية وعمليات الوضع للأميرات وزوجات أمراء القصر. ونفس الأمر ينطبق على عمليات أخرى متماثلة لا تتطلب التنقل لإجرائها خارج مساحة القصر. ويتابع المصدر ذاته: عيادة القصر ليست بتلك الصورة التي يتخيلها البعض وكأنها أشبه بمستشفى جامعي ضخم، بل هي في الواقع مجرد بناية صغيرة في حجم مساحة خاصة بمدينة الدار البيضاء أو الرباط. ولذلك نجد أن أفراد العائلة الملكية في الكثير من الحالات يلتجئون إلى الاستشفاء بالمستشفى العسكري بالرباط أو مستشفى ابن سينا الجامعي، واللذين يضمان أجنحة ملكية يمكن أن يعالج فيها أفراد العائلة المقربين من الجالس على العرش، كما حدث في وقت سابق مع رئيس الحكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، الذي خضع للعلاج في نفس الجناح الذي توفي فيه الحسن الثاني بعد أشهر من ذلك. Thank you.